نتكلم عن النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي، ما يكونش معانا احد نجوم النادي الاهلي الكبار، واحد من افضل اللي كانوا موجودين في مركز الباك ليفت في مصر وفي المانيا كمان، والنادي الاهلي سابقا كابتن محمد عماره، كابتن الكبير. تحياتي ليك كابتن محمد، ازيك يا روح؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه يا روح؟ الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك دايما حبيبي، بنسعد الله بيك يا يسلمك. كابتن ونشوفك دايما في صحه جيده يعني. الحمد لله والله يا الحمد روح، لله الحمد لله الحمد الحمد لله يا كابتن. لله. طيب كابتن عمارة، خليني في البداية هسألك على الموقف الخاص بموسيماني امبارح وتصريحه، وأيضا نفي كهربا لما ذكره الصحفي في المؤتمر الصحفي بالأمس مع موسيماني. انا مش يعني مش عارف، يعني هو موسيماني المفروض ان هو لما يبقى يحصل حاجه لازم يتوقع ان هو ممكن الراجل اللعيب اللي عنده يعني هيدردش مع حد صاحبه، يعني هو خايف من ايه موسيماني؟ يعني دي مش اسرار، يعني لما مدرب يقعد مع لعيب ده مش سر، يعني ما الناس كلها عارفه ان كهربا ما بيلعبش، فالطبيعي ان المدرب هيقعد معاه، والطبيعي ان هو هيتكلم معاه طول الوقت، مش على فكرة مش بعد المباراة بتاع الإسماعيلي بس أو قبلها، فده وضع طبيعي جدا. بس موسيماني طالع هو أصلا كمان من المباراة بتاع البنك الأهلي متنشن، يعني هو طالع مش مشدود، أنت فاهم؟ فجابها بقى في إن اللعيبة بأسرار الفرقة وأسرار أوضة اللبس، مفيش طول عمر أوضة اللبس أسرارها بره بره، وطول عمر النادي الأهلي ما بيقفش قدام الحاجات دي يا فاروق، خلي بالك، يعني وانت لعبت في النادي الاهلي وعارف، انت قصدك فانا كابتن اسرار الفريق يعني متواجده لدى الصحفيين يعني؟ مفيش، يعني هو سر يا فاروق ان انا مدرب يقعد مع لعيب، لا، مش سر خالص، هو مش يعني سر، هو السر ان اللي يعني اللي ما اخذ على الكهرباء ان هو يعني اتكلم مع صحفي ان انا قعدت مع المدرب وقال لي ان انت هتلعب، وده اللي تم يعني طب السؤال وده عنه دي فيها لموسيماني. مشكلة؟ يعني دي فيها مشكلة؟ هو يعني عشان دلوقتي صحفي، لكن لو صديق بتبقى ما فيش مشكلة ان الصديق مش هيروح يقعد قدام يعني مدير انا فني دلوقتي يقول مع له واحد انت قلت صاحبي، كذا وما قلتش كذا. بص يا فاروق، بص ما احنا مر علينا الحاجات دي، خلي بالك 100,000 مره. انا شخصيا مر عليا الموقف ده، وقعدت مع مدربين كتير جدا، كلنا يا و كابتن كلنا، صح كلامك حضرتك مظبوط ف طبعا. ف ف يعني مش كارثه ان الواحد يطلع صحفي يسالك يقول لك انت ما بتلعبش ليه؟ او انت مش متواجد ليه؟ ورد فعلك الطبيعي ان لا والله المدرب قعد معايا وقال لي هتلعب وهتاخد فرصتك، هو بس موسيماني زي ما قلت لك كان مشدود، لان رد فعله كابتن موسيماني ما كانش يعني كان هو يتعامل طالع بالشكل من ماتش مشدود يا فاروق، هو طالع من ماتش البنك الاهلي كسبان بغلطه حارس مرمى وما عملش مستوى زي اللي عمله في ماتش الاسماعيلي، فده وضع طبيعي ان هو يطلع مشدود، فحتى كمان وهو بد ودنه للسؤال بتاع الصحفي تحس ان هو طب ايه انت بتقول ايه يعني فلا هي تمر مرار الكرام يا فاروق، يعني انا مش شايفها فيها مشكله خالص، يعني كان الا بقى لو هو كان عايز يوصل رساله كهرباء، لا ده انا بص بقى، انت طالما بتعمل كده بقى طيب خلاص انا هخلص عليك بقى يعني مش يعني هو كان في مشكلة ما بينهم قبل كده كابتن، ولولا تدخل كابتن خطيب في الموضوع كان موسيماني كان ليه موقف مختلف، لكن كابتن خطيب يمكن كان ليه يعني موقف مع كهربا في انه يقف ما جنبه هو خلي يعني. بالك، انت الفترة الجاية هتلاقي في شد وجذب كتير في الـ في الـ في الـ يعني مع اللعيبة، يعني اللعيبة اللي مش هيلعب هتلاقيه يلو بوزه، لأن أنت دلوقتي بقى عندك لعيبة كتير في النادي الأهلي وفي لعيبه موجودة. بتلو بوزه داخل النادي الاهلي كابتن اللي ما يلعبوش. آه طبعًا في كل حتة، مش داخل النادي الأهلي، في كل فريق في العالم مش في النادي الأهلي، إلا في لعيبة بتزعل ولعيبة بتبين زعلها، وفي لعيبة ما بتبينش زعلها، انما موجود، يعني النوعيه بتاع كهربا دي موجوده في فرق كتير جدا، يعني النوعيه دي موجوده، بس هو الرساله اللي احنا بنوصلها يا فاروق هو يعني كهربا لازم يساعد نفسه اكتر من كده، يعني انت دلوقتي يا كهربا انت المفروض ان انت جبت كام جول السنه اللي فاتت، انت فاهم؟ يعني لازم يبقى عنده ارقام مع الفرقه عشان يقدر يتكلم ويقدر يبقى متواجد، لان الفتره الجايه هتبقى صعبه جدا بعد بيرسي ساو لما جه وكيسوني والنهارده حسام حسن موجود وعمار موجود وكيسوني يا كابتن وعبد وعبد الخالق القادر موجود صحيح. وعبد القادر اسف موجود، يعني بقى عندك خمسه سته لعيبه
الحته دي موجودين هينافسوك بشكل قوي. فالطبيعي ان الراجل يعني هو الطبيعي ان الراجل كان يدي لشريف مثلا، هم قعدوا احتياطي جايب 26 جول السنه اللي فاتت، هداف الدوري، هداف النادي الاهلي، ما هو مش هي يعني ما هو لازم هيديله يعني. واحد زي عمار عايز يشوف، واحد زي عبد خالق لازم يشوف. ما هو التفكير يا كابتن ان انت لما بتدي بقى ناس يجي اللاعبين الاخرين يقول لك احنا خلاص بعدنا كده، هي دي النقطه. لا ما هو ده بقى المفروض ان دي مش موجوده في النادي الاهلي، لان انت في النادي الاهلي بتلعب بطولات كتيره، صحيح، والمفروض ان انت تبقى جاهز في اي وقت عشان المدرب لما يجي يستعين بيك تبقى قد المسؤوليه.